احتضنت بطريركيه انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس الكنيسه المريميه لقاء روحيا لرجال الدين من مختلف الطوائف المسيحيه لتبادل المعايدات بحلول عيد ميلاد السيد المسيح ولتقديم رساله محبه وسلام من سوريا مهد الاديان. نحن بهالمناسبه اخذناها فرصه أن نلتقى كل رجال الدين المسيحي، البطاركة، المطارنة، الكهنة، الأخوات الراهبات في من كل دمشق في البطريركية في الكنيسة المريمية اليوم. بالطبع بدنا نصلي كلنا سوا صلاة مشتركة من أجل بمناسبة عيد الميلاد، وأولا بشكل خاص من أجل عودة السلام والاستقرار إلى بلدنا الحبيب سوريا وإلى بلسمات جراح كل الناس، المتألمين، المخطوفين، المشردين، اللي تضرروا من هالأحداث. ما بننسى أرواح شهدائنا في الجيش والمدنيين العسكريين والمدنيين، وبنطلب رحمات الرب تعزي قلوب أهاليهم، أبواتهم وأمهاتهم وكل المختصين فيهم. هو سجيد شكر وصلوات شكر لكل ما هناك من صمود في سوريا، وحلب هي قلعة الصمود، قلعة خارجية وقلعة جوا. وأنا التقيت بأكثر من ناس أعمي من قبلات، قالوا نحن كأجانب أعجبنا جدا بصمود حلب وصمود كل أبناء سوريا. إن شاء الله صمودنا هو انتصارنا ومستقبل سوريا، أن تكون سوريا مهد المسيحية والحضارات. نحن فرحانين بعيد الميلاد، فرحانين لأنه مجتمعين مع بعض حتى نصلي مع بعض من أجل سلام بلدنا، من أجل سلام سوريا. فرحانين بزيادة اليوم لأنه كمان عم نحتفل بعودة حلب للوطن. فرحانين لأنه أهل حلب رح يقدروا يرجعوا لبيوتهم، كل حلب، وأملنا أنه كل أبناء سوريا يرجعوا، اللي موجودين داخل سوريا واضطروا يتركوا بيوتهم أنهم يرجعوا، واللي خارج سوريا كمان يرجعوا لسوريا. فرحتنا شوي ناقصة لأنه في عنا أخين عزيزين مطراني حلب ما موجودين معنا، ما موجودين مع رعيتهم حتى يحتفلوا بفرحة العيد وبفرحة حلب كمان. فمنصلي أنه ربنا يرجعون، وكمان كل المخطوفين وكل المأسورين، كل اللي أبعدوا عن بيتهم عن بيئتهم، إن شاء الله يرجعوا. تخلل اللقاء صلاة وتأملات روحية بمناسبة قدوم رسول المحبة والسلام سيدنا يسوع المسيح، مصلين له بعودة الأمان والسلام لبلدنا سوريا، ليبقى نجم يسوع المسيح يسمى بلدنا.